مفهوم بديع وعظيم للعظمة الحقيقية وضع المسيح كان في مرة التلاميذ بيتحاوروا بينهم وبين بعض من هو الأعظم فاستدعاهم المسيح وقال لهم تعبير جميل الذين يحسبون رؤساء الأمم يسدونهم وعظماءهم يتسلطون عليهم أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا بل من أراد أن يكون عظيما فليكن خادما للكل هذا مفهوم جديد على البشريه لكنه في الواقع كان يشرح معنى الالوهيه في عظمتها الله في عظمته اذا اراد ان يتعالى بعظمته وبقدرته ينزل الينا هذه العظمه ان يخدمنا ان يتضع وان يعطينا بل يصل الى حد ان يبذل ذاته من اجلنا العظمه الحقيقيه في مفهوم المسيح ان تخدم هو لم يرفض ابدا أن تكون عظيما ما قالش من أراد أن يكون عظيما فليستغفر الله ويرفض هذا الشعور ويشعر أنه أخطأ لا من أراد أن يكون عظيما من حقك أن تكون عظيما لكن من خلال خدمة الآخرين وهنا كان يسترجعنا إلى الخالق الخالق في عظمته لا يتعالى لأنه ملهوش حتى أعلى من اللي هو فيه الله لكن الخالق في عظمته يتنازل ويتواضع ويخدم ابتداء من البشر المحتاجين إلى قيادته وحكمته وحتى إلى فراخ الغربان كما يقول عنها لأيوب من يهيئ لفراخ الغربان طعامها حينما يصعد صراخها إلى الله عظمة الله تتجلى في تواضعه وخدمته واهتمامه بنا وإذا أردنا أن نكون في العظمة الحقيقية علينا أن نخدم الآخرين لا أن نتعالى عليهم